السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في Lecture 5 Part 3 QHSE Objectives. هنتكلم عن الأهداف وعن Plan to Achieve Objectives اللي هو البند أو Sub Clause 6.2. في الكلوز السابق اتكلمنا طبعا عن الاكشن تو ادريس ريسك ان اوبورتونيتي، وقلنا انه من المخاطر اللي هي بيتم صياغتها يتم صياغه الاهداف من هذه المخاطر، ووضحنا ببعض الامثله انه بعض المخاطر ممكن تكون هي يعني ايشو حقيقيه ممكن نقول تعيق عمل المؤسسه، فبعدك تصاغ منها اهداف ليتم تطبيق اكشن بلان معينه بناء على هذه الاهداف لافويد او اليمينيت الريسك المعني. طيب زي ما شايفين انه احنا حاليا بنتكلم عن البند السادس وهو بند البلانينج. بما انه بنتكلم عن البلانينج قلنا هو لازم على اساس انه انا اعمل يعني خطه يجب انه يكون عندي هدف انا يعني حابب اني انا اصل له. فصياغة الأهداف واحدة من الأشياء المهمة جدا في عملية البلانين، واللي هي لا تقل أهمية عن شنو إدارة المخاطر، وهو كله يجي يعني بتسلسل من مع بعض يعني من السياسات تصاغ الأهداف، ومن المخاطر أيضا تصاغ الأهداف، ومن الأهداف تصاغ الخطة لتحقيق هذه الأهداف، واللي هي طبعا خطة تطبيق النظام المعني. طيب لما نيجي نتكلم عن البند 6.2 هنتكلم عن quality and the planning to achieve them. طيب الكواليتي طبعا sorry quality objectives او ال QHSE objectives and planning to achieve them. الحاجة دي طبعا كله المواصفات فيها نفس البند. طيب هنتكلم لما نتكلم عن الأهداف، الأهداف طبعا عندها برضو كريتيريا معينة على حسب متطلبات المواصفة، وهي إنه الأهداف دي تكون smart objective. طيب يعني شنو smart objectives؟ يعني أهداف ذكية. ليه؟ لأنه ممكن يكون في أهداف لكن الأهداف دي تكون أهداف ما ذكية، ويعني صياغة الهدف في حد نفسه هو يعني عنده تفاصيل معينة عشان نتأكد إنه الهدف ده يكون هو هدف يعني منطقي وكان بي أشيفت. فلما نتكلم عن Smart Objective هنتكلم عن أهداف محددة اللي هي S stand for specific، M start for measurable، أهداف محددة وأهداف كم يعني ممكن زي ما نقوله حسابها، LA stand for achievable، والR stand for realistic، and T stand for شنو time bound، يعني أهداف منطقية يمكن تحقيقها، can be measured ويمكن حسابها، تمام، وعندها زمن محدد والنسب معينة، فهي دي معناتها أسماء smart objectives. فبعد ما إحنا عملنا الأهداف حقتنا smart يجب إنه هذه الأهداف تكون communicated لجميع عناصر المؤسسة ولجميع العاملين بها بنفس فكرة السياسات. وبعد كده برضو الأهداف يجب أن يتم مونيتورين عليها أو مراقبتها، وتكون محفوظة as a documented information، لأنه هذه المواصفة تطلب هذه الأهداف إنها تكون maintained as documented information. طيب فلما نتكلم عن مثال بسيط عن الهدف العادي والهدف الإسمارت، فالهدف العادي اني انا ممكن اقول اني انا داير ارفع داير ادرب العاملين، ده هدف صح؟ انه انا داير ادرب العاملين في المؤسسه، اوكي هدف وما فيه مشكله. طيب ده الهدف العادي. نيجي نشوف الهدف السمارت شنو. الهدف السمارت اللي هو داير ادرب العاملين بنسبه 50% على انظمه الجوده والسلامه في العام 2020. طيب ده برضه هدف، لكن ده شنو؟ ده هدف سمارت. الفرق بيناتهم شنو؟ لما انت تصيغ لي هدف وتقول ان انا داير ادرب العاملين، طيب انت داير تدرب العاملين ديل في 2016 ولا 17 ولا 18 ولا 200، وانت داير تدربهم في شنو بالضبط هالعاملين ديل؟
تمام. ويعني انت حتقيس دار تدرب كل العاملين في المؤسسة ولا دار تدرب الإدارة العليا ولا دار تدرب التقنيين ولا دار تدرب منه بالضبط. ففي أسئلة كثيرة جدا يعني حتتبادر لذهننا لما انت تديني هدف زي ما بقوله جنرال او هدف عام ما فيه الديتيلز. فده هو الهدف العادي. اما المواصفة لانه طبعا الايزو بيحرص على انه اي شيء يكون فيه تفاصيل واضحة ويكون يعني ما فيه مجال للخطأ. فبيقول لك اخي الاهداف لازم تكون سمارت. ليه؟ لانه الهدف لما يكون سمارت يمكن يعني لما تيجي تعمل له بريك داون لاكتيفيتيز حتكون انت عارف بالضبط دار تدرب كم نفر، اللي هو احنا قلنا دار ندرب 50% من العماله. اذا كانت العماله عباره عن 100 شخص حيكون المفروض في السنه دي ندرب 50 شخص، تمام. قلنا على شنو التدريب؟ في حاجه متخصصه اللي هو في نظم الجوده والسلامه، واتكلمنا عن انه الفتره المفروض يتم فيها التدريب اللي هي العام 2020. اذا يجب ان يتم عمل برنامج او خطه زمنيه مقسمه على العام 2020 ولتحقيق هذا الهدف. اذا ده هو كده هدف سمارت، وده هو الهدف المقصود به في المواصفه. وبرضه الاهداف يجب ان يتم تداولها ويجب ان يتم نشرها للمؤسسه، وكل اداره يجب ان تكون عارفه اهدافها الخاصه بها، تمام. فلما نجي نتكلم عن اهداف، مثلا لاهداف الجوده، فهدف الجوده هو اي هدف منوط به انه يرفع كفاءه، تمام، او فاعليه عمليه او سيرفيس او برودكت او whatever. طيب لو جينا نرفع كفاءه، دار نضرب مثال، نقول مثلا اداره التسويق واحده من الاهداف حقتها انه يتم رفع كفاءه عمليات اداره التسويق عبر استخدام آليات حديثة لجميع متطلبات العاملين وقياس مدى شنو رضا العملاء. أوكي، في شنو في العام 2020 عبر استخدام مثلا برامج الحاسوب. أوكي، فخلاص هو هدف، وحدد أنواع البرامج الدائرة استخدمها، وحدد أنواع الداتا الدائرة يجمعها اللي هي داتا رضا العاملين و المواصفات اللي هو طالبين العاملين دي كأغراض التسويق أو أغراض إدارة الماركتينج. أوكي، طيب إدارة الموارد البشرية واحدة من أهدافها إنه مثلا رفع كفاءة أو الكومبتنسي بتاعة المهندسين فور إكزامبل. أوكي، بنسبة 100% في البرامج المتخصصة لكل إدارة من إدارات المؤسسة. فده هدف بتاع جودة لإدارة الموارد البشرية. كمثال آخر لهدف جودة لإدارة المشتروات مثلا، إنه إدارة المشتروات يعني مثلا واحدة من الأهداف يقول رفع كفاءة عمليات المشتروات عبر إضافة برامج تدقيق على الموردين وعمل قنوات للتحكم بضبط الجودة في حالة شراء شنو أي موارد أو مواد من خارج المؤسسة، تمام. فكده برضو حيترتب عليها اشياء اخرى. فيا لو لاحظوا الاهداف دي بعد كده اي هدف بينتج منه عدد كبير جدا من شنو التاسكات تحت، اللي هو لما احنا نجمع هذه التاسكات هي هتوصلنا لهذا الهدف. فلكل اداره في ادارات المؤسسه مفروض يكون في اهداف جوده خاصه بالاداره، واللي هي لرفع كفاءه عمل الاداره المعنيه. اوكي، بالنسبه لاهداف السلامه واهداف البيئه هي جنرال على المؤسسه برضو. ولما نتكلم عن اهداف البيئه حنقول انه قلنا في اللايف سايكل اللي هو الانفيرمنتال لايف سايكل بتاع المؤسسه، انه في كل اكتيفيتيز من الاكتيفيتيز حقت المؤسسه مفروض احنا نقلل فيها الانفيرمنتال شنو اسبيكت، صح؟ الانفيرمنتال اسبيكت، يعني لو كان عندنا ويست او عندنا مثلا كيميكال سبيلج في من اي واحده من المراحل بتاعه التصنيع، طوال احنا نقول انه الهدف بتاع الانفايرمنت انه احنا نقلل نسبه السبيلج الناتجه من هذه العمليه بنسبه كذا في الفتره كذا والمسؤول عنها كذا، تمام. بالنسبه للسلامه انه احنا مثلا دايرين نرفع الوعي بالسلامه وباهميتها بين العاملين بنسبه 100% في العام 2020، تمام. طوالي منه حيحصل شنو برامج صغيره بتاع شنو awareness sessions حتتقسم على العاملين كتاسكات. اوكي،
أوكي. دي الفكرة من أهداف الجودة وأهداف السلامة وأهداف البيئة اللي هي طوال بتطلع في شبه تاسكات، والتاسكات دي يوضع عليها شنو بلان. طيب تو أشيف الأهداف دي يجب إنه يعني ما كفاية إني أنا أجيب الهدف، ولا كفاية إنه الهدف يكون سمارت. طيب أنت كيف هتتأكد إنه الهدف ده هيتنفذ؟ إذن لازم يكون في أكشن بلان واضحة لهذا الهدف، واللي هو بقول عليه شنو بلان تو أشيف، شنو بلان تو أشيف الأوبجكتيفز. زي ما قالت المواصفة، أول حاجة إنك تو استابلش الأوبجكتيفز أند ذن تعمل شنو بلان تو أشيف ذوز أوبجكتيفز. هذه البلان قلنا مكونات أي بلان، لازم يكون فيها شنو الريسبونسابيلتيز، لازم يكون فيها الزمن، لازم يكون فيها التاسكات مقسمة، اوكي، لازم يكون فيها الانبوتس او السبورت المطلوب او الريسورسز. فيجب ان تحدد هذه الاشياء كلها والبودجيك عشان شنو، عشان تقدر تطبق الاهداف المطلوبه. ف زي ما شايفين قدامنا قال لك the organization shall establish QHSE objective at relevant function level and process. طبعا انت في المواصفات ما هتلقى QHSE، هتلقى مواصفة الجودة بتتكلم عن أهداف الجودة، بتتكلم عن تفاصيلها، مواصفة السلامة بتتكلم عن أهداف السلامة، مواصفة البيئة بتتكلم عن مواصفة البيئة، لكن احنا بنتكلم عن integrated management system عشان كده بنتكلم عنهم مع بعض كintegrated أو نظام واحد. فلما نصيغ الأهداف دي هنصيغها كأهداف كاملة بالنسبة للسلام وللبيئة وللإنفارمنت، وكذلك في المخاطر. يعني زي ما لاحظتوا إنه إحنا عندنا شنو ثلاثة ريجسترات، لكن إحنا ممكن كل الحياة دي نعملها في شنو في شكل دوكيمنت واحد للإنتجريتد مانجمنت سيستم أو للنظام ككل. أوكي طيب هنا بنفس الكلام اللي هو قال لك the objectives shall be consistent with the policy، اللي هي الأهداف تصاغ من السياسات. إذا قلنا في السياسة هناك إنه المؤسسة تلتزم، صح، قلنا السياسات هي كوميتمنت من الإدارة العليا تلتزم بتحقيق أعلى معايير للجودة والسلامة والبيئة، وتلتزم بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم، وتلتزم ب يعني زي ما قلت توفير بيئة عمل آمنة للعاملين. دي سياسة، صح، طوال تصاغ منها أهداف. قلت بهناك إني أنا هشتغل بمعايير عالمية أو معايير عالية لرفع نسبة الجودة، طوال يطلع هدف هنا بتاع جودة إنه رفع كفاءة العمليات عبر تطبيق أنظمة كذا وكذا وكذا، تمام، طوال يحصل تحته activities إنه هيكون في تطبيق نظام 9001، تطبيق نظام الجودة، تطبيق نظام 45001، وتطبيق نظام 14، وكل واحد من النظم دي طوال منه يكون في شنو بلان انه كيف انا هطبق نظام الجوده. انه اول حاجه يكون عندي اعمل فريق، ثاني حاجه ادرب الفريق ده على نظام الايزو، ثالث حاجه ان اقوم اجيب كونسلتنت يكون قائدا بالنسبه للفريق، رابع حاجه نبدا التطبيق، وخامس حاجه نعمل الدوكيومنتيشن اند سو اون. اوكي دي اللي هي بلان تو اشيف الاوبجكتيفز. فهكذا تصاغ الاهداف من السياسات. اوكي هناك قلت انا داير ادرب العاملين، طوال هنا هيكون في هدف بتاع شنو بتاع رفع كفاءه عبر عمل برامج تدريبية. البرامج التدريبية طوال يحصل لها بريك داون، اللي هي دي بتكون الخطة السنوية حقت القسم أو الإدارة. طوال الخطة السنوية بتاعت إدارة الـHR طوال هتصاغ من الأهداف. يعني يا أخواننا في مشكلة كبيرة، طبعا إحنا تلاقينا إحنا ككونسلتنت بنمشي للمؤسسات، فبتلقى الأهداف في وادي والسياسات في وادي، وكل إدارة عاملة لها خطة في وادي، فما بتقدر تربط أصلا، ما تفهم أنت الناس ديل يعني الخطة بتاعت القسم دي جابة من وين وصابة وين وحيقيسوه أداء كيف. فيعني حاجة كده غريبة جدا، فيجب أن تلاحظوا لها. يعني فإنت ليلة لما مديرك يقول لك يا أخي أدينا خطتك السنوية بتاعت القسم أو بتاعت الإدارة، فيجب إنه هذه الخطة إنها تكون مصاغة من أهداف واضحة. يعني إنك خطة استراتيجية معمول لها بريك داون لأهداف استراتيجية، أهداف استراتيجية دي متضمنة أهداف الجودة والسلام والبيئة يجزء منها. يعني تمام، طوال انت هنا بكون عندك اهداف العمل واهداف الجودة واهداف السلامة، يعني تصاغ من هذه الشنو الاهداف الاستراتيجية. فدي حاجة مهمة جدا، ليه؟ لانه في النهاية الحاجة دي كلها مع بعض بتصب توارد شنو هدف جول واحد للمؤسسة، ويصب في شنو في الفيجن والميشن والرؤية بتاعت المؤسسة. تمام، ليه؟ لانه الموضوع ده كله مربط مع بعض، هيكل سوليد مربط مع بعض. تمام، اي ثغره فيه طوال تؤدي الى شنو هو في
المؤسسة. طيب هنا نفس الكلام اللي هو قال لك بي كونسيستنت ذا بوليسي بي ميجرابل. ميجرابل مقصود بها انه يمكن قياسها, يمكن قياسها. يا اخواننا اي حاجه لا يمكن قياسها معناته هي يعني ماشيه للفشل, تمام. فانت اي شيء ما بتقدر تقيسه ده معناته هو حاجه شو عايمه. فلما انا اقول لك يا اخي والله داير ادرب العاملين ده هدفي, طيب انت داير تدرب كم عامل؟ وطيب العاملين انت تدربهم في شنو؟ وفيها تنوع من الكورسات, وفيها سنة السنة دي ولا السنة الجاية؟ فكده الحاجة دي ما يجربون. لكن لما تقول لي أنا داير أدرب 30% من العاملين في قسم الإنتاج على أنظمة اللحام والتصنيع والسي إن سي ماشين في العام 2020, كلام واضح إنه عندك 30% منهم. 30% ديل بجي أنا آخر السنة, لأنه كنت قلت في العام 2020, إذن أجي آخر السنة بقوم بقول لك يا أخي وريني نسبة الإنتاج, نسبة الإنجاز حقتك اللي هو التقارير, يعني تقارير الأداء performance report. فبلقى لقيت إنه أنت دربت مثلا 50 نفر أو 30 نفر. طيب بمشي بسأل بشوف عدد العاملين في قسم الإنتاج كم, لقيت إنه قسم الإنتاج العاملين فيه 100 نفر, وإنت هنا قلت أنا هدرب 30%. 30% إذن 30 نفر, وإذن أنت دربت 30 إذن نسبة أداءك 100% كفيرفورمانس ريبورت. طوال أديك موتيفيشن وعمل لك ريبورت, أوكي. لكن جيت لقيت أنت قلت لي يا أخي أنا هدرب 30, جيت لقيتك دربت 10 تنفار فقط, تمام. سكت المدرة كده مشيت دربته وخليت الباقيين. فلما أجي كفيرفورمانس ريبورت أنت ما التزمت بأهداف واضحة, صح؟ ما في زول أنت كتبتها. طيب لقيتك دربت 10 وأنت قلت 30% اللي هي مفروض تكون 30 نفر, طوالي إذن نسبة إنجازك كم؟ نسبة إنجازك 30%. 30%. إذن لو أنت عندك أي نوع من أنواع الموتيفيشن أو من الحوافز, طوال أنا حديك منه 30% فقط, لأنه ده إنجازك في السنة. في أخواننا لو المؤسسات ما بيقى فيها رقيب على الأهداف وعلى التطبيق, معناته يعني على الدنيا السلام. لأنه أنت زول ده يعني بتحاسبه بأداء كامل وتديه مرتب كامل, وفي شخص بيقوم بأدائه بأكمل وجه, وفي شخص تاني بيشتغل يعني 10%, وبتديهم في الاثنين في النهاية سواسية المرتب. والحاجة دي أخواننا في المجتمع بتاع العمل ما بتدسها, يعني الزول اللي بيشتغل معروف والما بيشتغل معروف, وفي النهاية لما نيجي ياخذ المرتب واحد حتى يتلاحظ إنه هيحصل لك شنو؟ هيحصل لك ديبريشن عالي, وهيحصل لك شنو؟ هيحصل لك مشكلة في الكلتشر تحت الأورجنايزيشن, شنو؟ بيهيفير. الorganization behavior هيحصل فيه مشكلة. كيف؟ لأنه بعد شوية زول اللي بيشتغل ده وزول motivated هيقول لك يا أخي أوكي, يعني الشخص الثاني ده ما بيشتغل وبيأخذ نفسي مرتبي, ما في داعي أنا أتعب نفسي وأقوم أجهد نفسي, صح؟ فالموضوع ده بعد شوية بيبقى كلتشر في المؤسسة, والحاجة تلقاها حاصلة إنه يقول لك يا أخي خلاص إحنا ما اشتغلنا ورتبنا ما طالع. فالمؤسسات الناجحة هي المؤسسات اللي بتربط يعني الإنجاز بالreward, يعني الريورد او الموتيفيشن او الحوافز او المرتبات, تمام. فكده انت بتضمن انه الشخص ده بيأدي عمله باجمل وجه وياخد حقه, يعني. فده البرفورمانس ايفالويشن. الموضوع ما هو مرتب ولا حافز, لكن الموضوع هو انجاز للمؤسسه, تمام. فيجب على الاهداف جميعا ان يكون عندها طريقه للميجر, لازم تكون يعني كان بي ميجر, اوكي. ثاني تيك انتو اكاونت ابليكابل ريكويرمنت, اللي هو لما تضع الاهداف لازم ان تاخذ في اعتبارك كل شنو الابليكابل ريكويرمنت, انه المتطلبات انها تكون شنو ابليكابل, يعني يمكن شنو يمكن التحصل عليها او تطبيقها. ويجب ان تكون بي ريليفنت تو كونفورميتي اوف برودكت اند سيرفيس, اللي هو طبعا اهداف يجب ان تكون من صميم العمل, يعني لا يمكن انك تجيب لي اهداف هي ما عندها علاقه بالبزنس اللي انت شغال فوقه. عشان كده لما نتم الصياغة الصحيحة من الأهداف الاستراتيجية لحد أهداف الأوبريشن أو من السياسات أو من المخاطر, فهذه كلها هي بتكون أهداف relevant by default, يعني, تمام. بي monitored, يجب أن يتم مراقبة تطبيق الأهداف. كيف يعني؟ في فرق بين الميجر وبين المونيتر. المونيتر إنه يعني مثلا خلال العام أنت قلت أنا هدرب 30 نفر, صح؟ طيب انا ما حانتظرك لحد نهايه السنه شهر ديسمبر اخر العام اقول لك يا اخي تعال وريني البرفورمانس ريبورت بتاعك, هل دربت ال 30 نفر ولا ما دربتهم يا مدير التدريب او الاتش ار, اوكي. طيب
هقوم اقسم لك الاربع السنه، هقسمها لك على مثلا اربعه اربعه، كل 3 شهور اعمل لك اطلب منك performance report. ليه؟ عشان المفروض انت نسبه ادائك على الاقل في الربع، لو قسمنا ال 30 نفر ديل على اربعه تمام، فعلى الاقل المفروض يكون عندك في كل ربع يعني 7 إلى 8 أنفار دربتهم. فكده انا بتاكد انه انت فعلا يعني ماشي وزن التراك، ولو لقيت في اي ديفيشن او لقيتك لسه ما دربت في الربع الاول اي شخص، طوال انا هشوف المشكله شنو واعمل كوركتيف اكشن. كوركتيف اكشن ايرلي كوركتيف اكشن، ايرلي ديتكشن، ايرلي بريفنشن، ايرلي كوركتيف، ده الريسك بيس تمام. فيجي بيكون في مونيتورينج، لكن كده انا بقدر الحق اني انا انجز الهدف لحد نهايه العام. لكن لما اجي اطلبك بالبرفورمانس ريبورت في اخر السنه والقاك انت اوريدي ما عملت حاجه، اذا كده شنو بيزنس حصل له شنو يعني مشكله صح؟ فده هنا مقصود بالمونيتورينج. اوكي، بي كوميونيكيتد اللي هو اي شخص يكون فاهم اهدافه، اي شخص يكون فاهم الميكانيزم اللي هي متابعها المؤسسة في البريك داون للأهداف، ويكون فاهم الهدف الأسمى أو الفيجن العامة بتاعة المؤسسة. بي أبديتد أند أبروبريتد، ما ممكن الأهداف يعني تكون لها 10 سنة نفس الأهداف تمام. فإحنا ماشيين نشوف المؤسسات بتلقى الأهداف بتاعتها من يعني قبل 10 سنة نفس الأهداف هم شغالين عليها، فما معقولة يعني، لازم يكون في improvement، لازم يكون في تحسين. حتى ولو كان انت شغلك شغل بتاع يعني انتاج ثابت وباتش ثابتة، لكن لابد في مرحلة ما انه يكون فيه تحسين يعني. فالاهداف تحت الجودة بتختلف، لازم يحصل فيها تحسين by default. يستحيل انه يكون اهداف الجودة ثابتة تمام. اهداف السلامة والبيئة برضو بيحصل فيها تحسين on daily basis تمام، او كل frequent لكل فترة، فيجب انه يحصل لها ابديت ومراجعه. اوكي طيب، بعد ما عرفنا موضوع الاهداف وعرفنا كيف نصيغها وعرفنا كيف نعمل لها بريك داون وانها تكون سمارت وكده، لازم يكون في خطه على حسب متطلبات المواصفه. قال لك وين بلانين هاو تو اشيف اتس كواليتي هيلث سيفتي انفايرمنت اوبجكتيف ذا اورجانيزيشن شال ديتيرمين شال. يعني لازم يلقى انا كاوديتر القى انه عندك شنو، عندك خطه لتحقيق الاهداف. اول حاجه الاهداف مطلوبه كدوكيومنتد انفورميشن، لازم ان تكون مكتوبه هارد كوبي او سوفت كوبي. لما نقول دوكيومنتد انفورميشن هارد او سوفت، كله ماشي. اوكي وبعد كده لازم اجي القى بلان لكل هدف من الاهداف، هاو تو اشيف الاوبجكتيفز ده تمام. اللي هو البلان يا اخواننا عندها شنو، عشان انا اعمل اي بلان يجب على الأقل إني أجاوب على 5W plus H 5W plus H اللي هو What is the plan؟ Okay What resources needed for completing this plan؟ Okay Who is responsible for implementing such plan؟ Okay When we need to implement this plan and how we need to implement that plan or what is the methodology or how the how we need to implement such plan. Okay, so what, who, when, why, and شنو and how. ديل يعني الأسئلة اللي هما انت لو جاوبت عليهم by default حيكون عندك خطة يريبة في أي شيء. أي خطة محتاجة شخص يكون مسؤول منها، محتاجة زمن يكون واضح لتطبيقها، محتاجة resources تكون متوفرة عشان تطبق، محتاجة الميثودولوجي اللي هو هاو، دي معناتها الميثودولوجي الطريقة اوكي اللي انا حانجز بها الحاجة وان سو اون. فانت المفروض دي المينيمم ريكويرمنت للخطة، يجب على كل هدف يكون عنده خطة واضحة لوجوه المسؤول منه لتنفيذه. طيب objective establish objectives and planning how to achieve them can help your organization to accomplish its business goals. كلام واضح طبعا. الاهداف بتوصلنا لانه نصل للجولز العاليه بتاعت المؤسسه. The objectives take the goals stated in the policy and turn this into statement for improvement against which plan can be made. زي ما قلنا تصاغ الاهداف من السياسات تمام، كلا على حده، كان quality كان safety كان environment. For example quality objectives may be established to measure the performance of product. اكيد quality objectives اللي هي في النهايه تصاغ لرفع كفاءة العمليات. اوكي
for product, for process, and for customer satisfaction. تمام؟ And even for the supplier and use of resources. يعني أي واحدة من الحاجات دي أنا يا أكون دار أرفع كفاءة عمليات، كفاءة منتجات، كفاءة أداء، دار أرفع رضا العاملين، دار أرفع يعني كفاءة الموردين. تمام؟ داير زي ما أقوله well allocation for the resources أو استهلاك أمثل للموارد. دي كلها أهداف جودة، كلها أهداف جودة. ليه؟ لأنها هي كلها بتأثر في overall شنو performance and effectiveness of the quality management system. أوكي أظن الكلام واضح. طيب if you state in your policy that you will meet customer requirement، تمام دول هناك المدير الليدر قال شنو، قال I will meet the customer شنو requirement. Then you may set customer focus objective. يجب معناتها تساق طوال من هذه السياسة customer focus شنو objectives for product defects, customer complaint and return and overtime delivery. إذا يجب أن يكون في أهداف طوال مصاغة من هذه إنه أي مشكلة بتاعت عميل أو شكوى تعالج فوري، إنه لازم أن شنو الon delivery أو الحاجة تصل في زمنها. تمام كده. أوكي طيب نشوف مثال تاني. تمام our QHSE objectives. The objectives should be designed to be smart, setting objectives that are specific, measurable, achievable, realistic and time based. زي ما قلنا specific, clear and concise. Measurable if you cannot measure how do you know it has been achieved. تمام يعني لو ما انت ما قادر تحسبها حتعرف كيف انها هي طبقت. Achievable, personal need to agree that objective is achievable, انها هي اهداف منطقية. تمام realistic, do not set unrealistic goals. Time based, need to set due to date to focus your attention and monitoring achievement in your goals. طيب examples هنجي نتكلم عن كل واحدة من الاهداف بالنسبة للجودة. Production ده اعمل ارفع كفاءة الانتاج اللي هو اقول reduction in defect rates. واحدة من أهدافي أقول إني أنا داري أعمل reduction in defect rates بنسبة 20% أو 30% في العام 2020. داري أقلل نسبة المنتجات المعيبة. ده هدف جودة لأنه لإدارة الإنتاج. تمام داري اللي هو دي product per million unit اللي هو BBM product per million. داري أقوم شنو أقلل الديفكتس product per million. داري أقلل الscrap rate اللي هو داري أقلل نسبة المنتجات السكراب. تمام داير اعمل اوصل الحاجات اون تايم ديليفري. دي كلها اهداف بتاعت شنو برودكشن، اهداف جوده للبرودكشن. بالنسبه للبروسيس او العمليات داير اعمل امبروف للبرودكتيفيتي يعني داير ارفع الكفاءه بتاعه الانتاج. داير اعمل ريدكشن فور اوف ويست، داير اقلل الهدر في العمليات. تمام هدر العمليات طبعا في 7 تايب اوف of waste اللي هو بيقول عليه اليابانيين مودة. تمام فاللين مانجمنت او اللين ميثودولوجي بيزيكلي بتتكلم عن مودة اليمينيشن. تمام اللي هو ازالة الهدر، وده موضوع شيق برضو ناس بتلقاه في موضوع اللين والسيكس سيجما. تاني ده بتتكلم عن امبروف اون تايم ديليفري اللي هو داير احسن انه وصل المنتجات في زمنها. بالنسبة للسبلاير داير اقلل من شنو ريدكشن اوف كومبلين or defects. دار أقلل من المنتجات المعيبة اللي أنا بستلمها من السبلاير. دار improve الزمن اللي بوصلني له الموارد حقتي من السبلاير وكده. فدي كل أمثلة لأهداف الجودة. نمشي نشوف أهداف الصحة والسلامة والصحة المهنية. قال لك increase يلا دار smart. شايفين عينه هنا دي ما مكتوب فيها smart. ليه؟ شايفين reduction in defect rate لكن بنسبة كم في فترة قدر شنو ما واضح صح. improve the productivity هدار تزيد الانتاجية كلام كويس لكن بنسبة كم في فترة قدر شنو كده فهمتوا. طيب هنا دي smart، هي smart objective لكن بتاعت شنو بتاعت سلامة. بتاعت سلامة قال لك increase the awareness toward the health and safety in the company by 100% in the year 2020. كلام واضح وجميل يعني مظبط انه يعني داير نرفع كفاءه نرفع زي ما بقول المعرفه او الاويرنس بقول عشان بالعربي اللي هو يعني
ده نرفع المعرفه او الاويرنس او الوعي بتاع العاملين في المؤسسه بالنسبه للسلامه والصحه المهنيه بنسبه 100% بنهايه العام 2020. تمام. قالوا eliminating all work placed eliminating all workplace hazard by 50% in the first half of the year 2020. قال لك ده يقلل من 50% من الهازارد الموجودة في منطقة العمل في العام شنو في في النص الأول من العام 2020. إذا أنت بعد ذاك هتراقبه المفروض ينجز الشغل ده في 6 شهور صح؟ النصف الأول من العام 2020. طيب providing all employee in the field by PPEs in during this year. المفروض كل العاملين في المؤسسة من نهاية العام إن يكون توزعت لهم شنو protective هنا PPEs اللي هي protective personal equipment. تمام. comply with relevant legal contractual and regulatory obligation with the end of year 2020 برضو دار يكون مطابق لكل المواصفات من نهاية العام and so on يعني. تمام. الفكرة واضحة. بالنسبة للإنفيرومنتال أوبجكتيف اللي هو قال ريدكشن أوف ويست جينيريشن ده يقلل الويست جينيريشن فروم ذا يير 2018. السنة اللي فاتت 2018 مثلا لأنه كان في ويست معين هو ده يقلل الويست ده. تمام. اللي هو كان جينيريتد فروم اوفر هول ايركرافت اوفر هول اكتيفيتيز ديورين ذا بيريود اوف شنو 30 ل شنو ل 31 من 31 جون ل 31 ديسمبر يعني في 6 شهور ده رينجز الموضوع ده يقلل الويست من اقل من السنه اللي فاتت. ثاني قال لك ديكريز ذا ليفل اوف سي او 2 جينيريتد فروم ذا كومباني ديزل ماشين باي 20% ديورين ذا يير 2019 اللي هو ده يقلل نسبه ثاني اكسيد الكربون الناتجه من المكنات بنسبه 20% في العام شنو 2019 and so on. دي كلها كده اهداف بتاع شنو بتاعه جوده وسلامه وبيئه. تمام. لما نجي نشتغل انتجريتد مانجمنت سيستم بتكون بالطريقه دي انه كلهم يكونوا مع بعض في شنو في دوكيمنت واحد وبعد ذاك بيحصل لهم بريك داون. طيب لما نجي للجزئيه الثانيه اللي هو بلان تو اشيف الاوبجكتيف كيف ان انا اعمل خطه عشان انا اشيف الاوبجكتيفز ده. فهنا شلنا لكم مثال واحده الهدف اللي هو ريدكشن اوف ويست جينيريتد كده في العام 2018 اللي هو ده انفيرومنتال اوبجكتيفز لو لاحظتوا هنا هندله. تمام. طيب جبنا الهدف ده لكل واحد من الاهداف دي هنعمل لها نفس الطريقه. جبنا الهدف ده بعد ذاك عملنا بريك داون للتاسكات. طيب انت ده تقلل الويست جنريتد هتقلله كيف؟ اذا في عدد من التاسكات صح اللي هي دي التاسكات الثلاث تاسكات عندنا 6 تاسكات اللي هو اول حاجه ديتيرمين ذا تكنيكال سبيسيفيكيشن اوف ذا نيو ويست ديسبوزال سيستم. 2 ديزاين اوف ويست ديسبوزال سيستم تعمل ويست ديسبوزال سيستم نظام للتخلص من شنو؟ الهدر. تاني قال شنو مش الهدر اللي هو الديسبوزل اللي هو تخلص من مخرجات الانتاج يعني construction of waste disposal system functional test of the system measuring and evaluation the efficiency of the waste disposal system. لما نكمل التاسكات دي كلها اذا هو حيصل لانه يعمل reduction of waste فده البريك داون للتاسكات. طيب كل تاسك من التاسكات دي مثلا التاسك الاول اللي هو الزمن اللي حيتم فوقه هيبدا يوم 1/8/2018 المفروض يوم 10/8 ينتهي من الحاجه دي اللي هو دي شنو عنده 9 ايام صح. المسؤول منه ريسبونسبل الاتش اس اي مانجر زائد الشيف انجينير اللي هو مدير السلامه معاهم له رئيس المهندسين والريسورسز اللي بيحتاجوها المفروض تكون موجوده هنا دايرين سيارات دايرين عربات دايرين كروش بودجيك اي نوع من انواع الريسورس. التاسك كرييشن اللي هو تكنيكال سبيسيفيكيشن ريبورت اللي هو شنو بنهايه التاسك ده المفروض يكون في ريبورت يوضح لنا التكنيكال سبيسيفيكيشن بتاعه السيستم اللي هم دارين ينشئوا ده. تمام. هنا بنهايه الديزاين المفروض انا استلم منك دروينج او ديزاين دروينج دي الاوتبوت. تمام. بنهايه التاسك ده المفروض يكون في ريسورس بروفيجن. بنهايه الكونستراكشن للسيستم المفروض القى استلم منك سيستم. اذا يا اخوانا الاوتبوت واضح صح؟ انا عارف هستلم منك شنو في فتره قدر شنو وديتك الريسورسز النيدد وريتك التاسك ثاني ما في شيء شغل واضح شغل واضح. تخيل انت في المؤسسه لاي هدف من الاهداف اللي انت واضعها في المؤسسه تعمل له بلان بالطريقه دي وتعمل له ديسكريبشن وتعمل لكل شخص تعمل له اساين للتاسك بتاعه ويكون عنده فتره زمنيه وتكون عارف الاوتبوت حقته
لما تشتغل على الشغل المؤسسة كله وتجمع الأهداف كلها، رأيك شنو هيكون الأوتبوت بتاع المؤسسة في نهاية العام؟ أخوانا ده الكلام اللي بتكلم عنه الآيزو. الآيزو بتكلم عن إنه أنت لو اشتغلت بالطريقة البروبر والطريقة العلمية تمام، شركتك هتنجح وما حتجيها أي مشكلة. وعشان كده أكثر من يعني أكثر من مليون شركة في العالم حاليا هي متحصلة على شهادات الآيزو. ليه؟ لأنه منظم العمل وما ما بيترك يعني مجال للشك أو مجال لشنو؟ يعني الخسارة تمام؟ في كل المجالات، شتى المجالات تمام؟ فهذه الفكرة العامة من الحاجة دي. طيب كده احنا نكون انتهينا من موضوع الأهداف وعرفنا كيف نعمل لها بلان تؤشيف الأهداف دي. وطبعا اخواننا لكل هدف انت بتعمل له شنو؟ بتعمل له عدد من شنو؟ من التاسكات. طيب آخر حاجة البند 6-3 اللي هو planning for شنو؟ for change، اللي هو التخطيط لشنو؟ للتغيير. تمام، قال لك organization shall determine the needs and opportunity to maintain and improve quality management system. تمام، the organization shall undertake change. تمام، plan in systematic manner, identify a risk opportunity and review the potential consequences of change. يعني لو في أي تغيير مفروض يحصل في المؤسسة يجب أن يتم عمل خطة لإدارة هذا التغيير. يا أخوانا في علم كامل اسمه change management، إدارة التغيير تمام، وعنده مواصفات وعنده تفاصيله أوكي. فلما نقول لك أنت دار تجري أي نوع من أنواع التعديل أو التغيير في المؤسسة يجب أن يكون هذا التغيير أو التعديل مدروس تمام، يكون عنده planned systematic manner، ويتم يعني بس التغيير ده بطريقة شنو؟ بطريقة ممنهجة أوكي؟ ويتم التعريف كل المخاطر اللي حتعيد على المؤسسة من التغيير الجاي هذا. يجب أن يحصل identification للريسك. ليه؟ لأنه إحنا بنتكلم عن risk based thinking أوكي؟ وحنشوف الفرص أو positive risk برضو اللي هي حيجينا لما نحن نعمل التغيير ده، وكذلك حنشوف البوتنشال شنو consequences اللي هي التداعيات الممكن تحصل لنا نسبة لهذا التغيير. طيب التغيير ده ممكن يكون زي شنو؟ مثال له تمام، مثال له مثلا دارين نعمل شراكة. التغيير ده ما إلا يكون نيجاتيف يا اخواننا، الناس لازم thinking out of the box. الموضوع ده فيه positive وفيه negative تمام، زي ما ذكرنا في الريسك والopportunity. فدارين نعمل شراكة جديدة مع جهة خارجية، ده تغيير، تغيير اللي هو شراكة وفيه تفاصيل جديدة وفيه كده. فأنا مفروض أول حاجة أعمل أشوف المخاطر اللي حتليني من هذا التغيير صح، وأشوف الفرص وأعمل assessment للريسك وأشوف الشنو الرانكين حقها وأعمل لها controls أوكي، ويكون عندي استراتيجية عشان أتعامل مع المخاطر دي أوكي. وبعد كده يكون عندي خطة لشنو؟ ليه إني أنا أعمل هذه الشراكة أو هذا التغيير بسيستماتيك واي، وكده لو في أي consequences برضو أنا أتبعها. فدي الحاجة الثالثة اللي هي في sub clause اللي هو planning for change في clause 6 اللي هو planning. إذن كده يا أخواننا إحنا خلصنا اللي هو الجزئية بتاعت clause 6 اللي هو planning، وعرفنا إنه إحنا هندير المخاطر وهنعمل أهداف واضحة من السياسات تصاغ، وهذه الأهداف عندها كريتيريا واضحة وعندها خطة واضحة. وبعد كده لو في أي تغيير يجب برضو أن يكون بطريقة مدروسة ويكون مخطط له، وكده إحنا بيكون عندنا خطة واضحة جدا لعمل المؤسسة ولتطبيق الأنظمة داخل المؤسسة. بعد كده هذه الخطة يجب أن يتم تطبيقها اللي هو حنمشي لكلوس شنو 7 اللي هو عشان نتم تطبيق هذه المواصفات أو هذه الخطة يجب أن يتم توفير سبورت. السبورت اللي هو فيه تفاصيل كثيرة حنجي نشوف إن شاء الله في محاضرة بكرة أو المحاضرة القادمة، اللي هو بند السبورت اللي هو فيه التدريب وفيه العاملين وفيه الورك شوب أو الانفراستراكشر والبنية التحتية للمؤسسة، وفيه الدوكيمنتيشن والإجراءات المفروض تكون متوايدة، وفيه كلام كثير يعني تمام. فكده ان شاء الله نكون خلصنا من باب البلاننج. بس قبل ما نخلص انا حقوم امر سريع على المواصفات زي ما قاعد اعمل دائما عشان انه الناس تكون مطمنه انه احنا الكلام اللي تكلمنا عنه ده هو يعني
نفس الكلام الموجود في المواصفة، طبعا بس احنا شارحينه بطريقة مبسطة عشان الناس تقدر تفهم الفكرة العامة. فنعرض لكم هسه المواصفة 9001، نمشي طوالي مع بعض للبند 6. تمام، البند 6 زي ما شايفين اللي هو عندنا هنا البند 6 اسمه البلانينج. 6.1 اكشن تو ادريس ريسك اند اوبورتونيتيز، وتكلمنا عن الريسك في الليكشر السابق بارت 1 وبارت 2. اتكلمنا عن انه ذا اورجانيزيشن شال بلان اكشن تو ادريس الريسك والاوبورتونيتي، وانه يحصل لهذه الريسك والكنترول انتجريشن، ويحصل له ايفالويشن وافكتيفنس ميجر. بعد كده تكلمنا عن الكواليتي اوبجكتيفز، تمام، اللي هو الكواليتي اوبجكتيفز ام بلانينج تو اشيف ذم، انه المؤسسه يجب شال استابليش كواليتي اوبجكتيفز بالكريتيريا دي اللي هي شنو، سمارت ميجرابل تيك انتو اكاونت ابليكابل ريكويرمنت ريليتيف ريليفنت مونيتورد كوميونيكيتد ان ابديتد. وقال لك شنو، انه هذه الاوبجكتيف المفروض تكون موجوده از دوكيومنتد انفورميشن. بعد كده قال لك وين بلانينج هاو تو شنو to achieve the quality objectives the organization should know, shall determine what will be done, what resources will be required, who is responsible when it's be completed, how the result will be evaluated. اللي هو 5W plus H. آخر حاجة هنا planning for change، اللي هو لازم أن يحدد الهدف من التغيير وكيف هذا التغيير سيدرج داخل النظام، و availability للresources لهذا التغيير والمسؤول منه من هذا التغيير، وبرضه قلنا يجب ان نشوف المخاطر تبع هذا التغيير او تبعاته والكونسيكونسز، و يعني الـ زي ما بقولوا الاوبورتونيتي من هذا التغيير. فده نفس الكلام اللي هو اتكلمنا عنه في البند البند السادس. نجي نشوف المواصفه مثلا فور اكزامبل، شوف ال 45000. طيب بالنسبه لل 45000 اللي هو مواصفة السلامة صحة المهنية، نمشي للبند 6. تمام، زي ما شايفين planning اللي هو action to address risk and opportunity، نفس التفاصيل كلها، لكن فيما يلي شنو عمليات الهازرد اللي هو قلنا شنو hazard identification and risk analysis. فهي يجب أن يصاغ هذا على هذا الassessment بالنسبة لمخاطر اللي لها علاقة بالسلامة، والهازارد ايدنتيفيكيشن والهازارد ايفالويشن والامرجنسي ريسبونسز ريسبونس بلان والاسيسمنت للمخاطر. تمام، والاسيسمنت للاوبورتونيتي او الفرص، وديتيرمين الليجال ريكويرمنت الخاصه بالسلامه وكده. تمام، فهي تاني عندنا شنو بلان ان اكشن اللي هو تاني عندنا الاوكوبيشن هيلث اند سيفتي اوبجكتيفز اند بلانينج تو اشيف ذم، برضه بنفس الطريقه الاهداف يجب ان تكون ميجرابل واتشيفابل وكده ومونيتورد وكوميونيكيتد وبلان تو اشيف الاوبجكتيفز. طبعا كل المواصفات نفس التفاصيل، لكن كل مواصفه عندها شنو عندها يعني كل مواصفه عندها زي ما بيقولوا الحاجه الخاصه بها. ولما نشتغل الانتجريتد مانجمنت سيستم يعني احنا بنعرف الرابط ما بين ثلاثه مواصفات شنو والفروقات ما بيناتها، ودايما بنعمل وثيقه واحده للاهداف يكون رابطه الثلاثه انظمه مع بعض، والخطه ذاتها بتكون شامله الثلاثه انظمه مع بعض. بعد كده كل واحده من التاسكات او هذه الاهداف تمشي للجهه المعنيه، يعني ممكن عادي في المؤسسه يكون في مدير بتاع كواليتي وفي مدير بتاع سيفتي وفي مدير بتاع انفايرمنت، كل مدير من المدراء ده تمشي له شنو اهدافه جاهزه، يعني السيستم واحد سوليد، السيستم واحد وجاي من حتة واحدة. بعد ذلك يتفرع للأشخاص المعنيين لتطبيق هذا النظام أو المسؤولين أو المحاسبين الأكاونتبل لتنفيذ هذا النظام. وكده نكون إن شاء الله انتهينا من محاضرة اليوم، وجزاكم الله خيرا، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.